والحمد لله على هذا النتيجه ديال اليوم. الحمد لله اللعابه كانوا مركزين، جينا عازمين لمدينه الدار البيضاء اننا ناخذ النتيجه اللي تكون ايجابيه. 1-0 مازال ما تحسمت حتى شي حاجه. الشوط الاول سال هنايا، باقي الشوط الثاني ان شاء الله في مدينه مازر. تنتمنى ان شاء الله نركزوا مزيان في هذا الاسبوع هذا ونحقوا المبتدا نتاعنا ان شاء الله، هو الدور النهائي ان شاء الله.